السلام عليكم بنات، نتمنى تكونوا لاباس. اليوم ان شاء الله غادي ندير لكم الشكل اللي كنت بعتكم بيه، نصور لكم الاشكال ديال المضمه كنستعملوا فيهم. بحال هذا، هذا سميتو كيقولوا الفيريدو، ملي كنمشي ناخذو كيقولوا لي فيريدو سميتو، ولا الدوبلور ولا شي حاجه بحال هكا. المهم هذا الثوب رخيص، كيدير 4 دراهم للمتر بحال هكا. داير غادي نخدموهم بلي ستراس بحال هادو، كيدير هادو للمتر شي 10 دراهم، وهادو حجرات هادو كيديرو 10 دريال الوحدة، والعقيق مكور بحال هذا. كتشري هذا بالعبارة على حسب شنو ما بغيتي الكمية. صافي هادو هما 3 د الأشكال اللي غادي نخدمو بيهم، والخيط ديال التنبات بطبيعة الحال.
الفيديو ديالنا باقي ما كملش، باقي غادي نكمل هادي النبات، وباقي غادي يتزاد شي حوايج هنايا، وان شاء الله نديركم في الفيديو الثاني. وهاد التوب هذا علاش كنخدموا عليه، فاش كنبغيو نديرو مرة مضمة، حيت هذا ماشي توب ديال الخيط، هذا بحال القطانة ولا شي حاجة، المهم تلا قطعناه على القياس ديال الزواقة ديالنا ما غاديش يخرجوا الخيوط ديالو او يضيع الخدمة اللي خدمنا فيه. شي هاكا.